السلام عليكم خوتي، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ اسمعوني نقول لكم، اصدار ديال نون لاوسطا حاليا حابس الاخوان، اصدار ديال الكونترات حابس، كونترات اللي تدفعوا في القانون ديال شهر 12 جوج و 4 و 12 في شهر 12 حابسين دابا حاليا في الاصدار ديال هاد نون لاوسطات هادو. ممكن دابا الكونترات اللي كيتوصلوا بهم الاخوان دابا حاليا هما اللي مازال كانوا حاصلين عند وسيط سمسار باترون محاسب محامي، يقول لك اعطيني رزقي لوح لك الكونترا. كونترات الاخوان اللي كنشوف دابا ديال شهر جوج، الاخر ديال شهر جوج، يعني هذوك ما نهضروش عليهم ديال شهر واحد، وهذوك راه ديجا توصلوا بهم الناس. اللي كنشوف دابا الاخر ديال شهر جوج هما اللي كاينين، ولكن في هذا الشهر هذا واش كاين كونترات؟ راه مازال الاخوان ما البريفيتورا وسبورتيل اونيكو بير ليميغراسيوني مازال ما كيصدرش كونترات اللي تدفعوا في شهر 12 القانون ديال 2023 جوج و 4 و 12 في شهر 12، يعني العقود عمل اللي هي موسميه الغير موسميه الموديل لبي البادانتي وزيد وزيد. المهم امتى غادي يبدا يتصدر؟ من بعد الكليك داي، من بعد الكليك داي ديال هذا القانون هذا، من بعد الكليك داي ديال هذا القانون غيبدا يتصدر الاخوان. وتواصلت اليوم مع فوجا، ماشي مع البريفيتورا ولا شي مكتب، مع فوجا الناس اللي في يدهم شغل وعندهم الكونترات وكيتوصلوا يعني بالكونترات ديالهم كل شيء. حاليا حابسه فوجا الاخوان، حاليا حابسه فوجا، وماشي غير فوجا، كل شيء، ماشي غير فوجا كل شيء. الا توصلتي بشي حاجه عرف بان راه السيد كان باغي يعطي، راكم عارفين يعني هاك وارا. والاغلبيه ديال الكونترات الاخوان في شهر جوج كانوا خرجوا، ومن بعد هذا الكليك داي هذا ديال شهر ثلاثة كل شيء غيبدا يخرج الاخوان. البادانتي، العقود العمليه غير موسميه الموديل لبي، الموديل سي، يعني الموسمي ستاجونالي، كلشي ان شاء الله من بعد الكليك داي ديال شهر 3 كلشي غادي يبدا يخرج. دابا راه الناس بزاف كيسولوا واش هاد العماله واش هاد العماله كتخرج ما كتخرجش، كونترات ما الكونترات. كونترا دابا الاخوان حاليا راهم حابسين، وان شاء الله من بعد الكليك داي غادي يبداو يخرجوا. وحنا عارفين شهر 4 ان شاء الله، بعد 10 ايام شهر 4 ما تسمع غير لوح الكونترات سي ولبي والبادانتي. وتنشوفوا دابا الاخوان، كنشوف دابا البادانتي داكشي قليل، يعني قليل قليل بزاف. والتوقيت اللي كيسول على التوقيت راه ما كاينش التوقيت، شي واحد يعطيك التوقيت يقول لك ها هي دابا راه في الوقفه، ما كاينش في الوقفه، ما كاينش التوقيت. انا كنشوفكم الاخوان كتسولوا على التوقيت بزاف، ما كاينش التوقيت، غيبداو ثاني يخرجوا. طلع بالتوقيت، طلع بالتوقيت. زيد شكون اللي عندهم التوقيت طالع؟ وهما تونس، تونس هذوك ديال الحصه ديالهم بوحده راه كنشوفوا 9 ونص حتى ل 11 كاع حتى الغد لي كاع تونسي دافع وكياخذ الكونترا ديالو، حقاش هذوك عندهم الحصه ديالهم بوحدها. بالنسبه للمواعيد، الناس اللي كتسول على السيت ديال المواعيد راه مسدود حتى هو الاخوان. السيت ماشي البلاتفورم الجديده اللي دارت الفي اف اس جلوبال، السيت ديال المواعيد ديال التجمع ديال التوريس ديال لافاري ديال القرايه ديال الكونترات، السيت ديال الفي اف اس جلوبال ديال المواعيد اخذ موعد راه مسدود، ولكن بلاتفورم ديال التجمع العائلي والكونترات هذاك راه مفتوح. كتلوح ليهم الكونترا ديالك ولا نون لاوسطا ديال التجمع العائلي، باسبور، الايميل، التليفون، وكتبقى تسنى من طبيعه الحال، كتبقى تسنى. المهم الناس كتسول على السيت، راه مازال مسدود، السيت ديال اخذ المواعيد مازال مسدود. الاخوان الناس اللي هما، سمعوني مزيان، الناس اللي هما ديجا، سمعوني، الناس اللي هما ديجا مسجلين ما خاصهمش يعاودوا يتسجلوا. حقاش فاش درت الفيديو ديال هذيك القرعه باش نتواصلوا مع عالمي الخدمات ديال الفيزا اللي قدام في اف اس جلوبال اللي حدا مول الحرشه اللي هضرنا عليه، ديجا الاخوان تواصلوا معاه ناس وديجا كانوا مسجلين بغى يعاود يسجلهم ما عطاش، حقاش ديجا عندهم كونترات ومسجلين. يعني اضطر هذا السيد هذا الله يجازيه بخير يعمر لهم الموديل، قال لهم شوفوا انا غادي نعمر لكم موديل من عندي على حسابي، انتم ديجا يعني مسجلين وقادين الغرض. المهم الاخوان اللي مسجل ما يعاودش يتسجل، وما تعطيش النون لاوسطا والباسبور ديالك لاي واحد يدخل يسجلك، تقول يسجلني هذا ولا هذا ولا هذا. علاش؟ لانك الا سجلتي يعني مره واحده فقط، دازت في السيت سجلك شي واحد ولا صاحب خدمات ولا تسجلتي بوحدك ولا شي واحد في السيت كتعرفوا، فاش كتعاود تبغي تسجل كتخرج لك بحال هذه الكتبه هذه، حنا مشطبين على معلومات هنا، كتخرج لك بحال هذه الكتبه هذه كيقول لك
هاد نولا وسطى، يعني الرقم ديال نولا وسطى، والباسبور كيعطيك الرقم ديال الباسبور راه ودي ديجا مسجل، يعني ما تعاودش تسجل في البلاتفورم جيدا ولا بياتا فورما ديال في اف اس جلوبال. غادي نعطيكم معلومه اخرى الاخوان، بالنسبه للناس اللي كتسول على المواعيد توريس، على المواعيد توريس، شدوا الاخوان في مراكش، مراكش مسربيه مواعيد توريس، ما تشدش بني ملال كازا، دخل واخا انت بعيد على مراكش، شد مراكش وسير مراكش، راه مواعيد ما كاملاش شهر تاخذ الموعد ديالك بالنسبه للتوريس. لا هما ما يقولوش لك لا انت بني ملال سير خذ من بني ملال، تا كازا سير خذ من كازا، مواعيد ديال التوريس دابا حاليا الاخوان السيت راه مسدود، حنا راه قلناها في الاول، يتفتح ان شاء الله السيت مواعيد توريس الافاري توريس بالاخص، كنهضر على التوريس الاخوان كنركز عليها، شدوا في الفرع ديال مراكش، ما كامل الشهر توصل بالموعد ديالك وتمشي تدفع طلب الفيزا وطلب التاشيره ديالك. الاخوان الضغط على الدار البيضاء، الضغط على بني ملال، يعني هاد الفروع هادو ديال في اف اس جلوبال، ولكن بالنسبه للتوريس راه مسربي على الجهد الاخوان، توريس خذ لك في مراكش وسير الفرع ديال مراكش ديال في اف اس جلوبال، راه ما كامله الشهر كيعطيوك الموعد ديالك، لان بني ملال كدوز تقريبا 80 واحد ديال الكونترات، 80 واحد يوميا هذه اللي كدوز المواعيد ديال الكونترات. مراكش الاخوان 20 حتى 30 كدوز، يعني داك الشيء قليل مراكش، ومواعيد الا بغات تشد موعد توريس كننصحك بمراكش، خوض مراكش ودخل السيت، خوض في مراكش والله يسهل عليك، ونهار تفتح السيت ان شاء الله بطبيعة الحال المواعيد رانا غادي نعلمكم، وراكم عارفين الاخوان بني ملال دابا راه خدامه غير مع صحاب الكونترات، التجمع العائلي مازال ما كاين حتى شي حاجه.